نشوف ستات كتير جدا في مهن ربما لا نتخيل ان هي ممكن تشتغل فيها او ممكن تخش فيها. ليه لا تتخيل؟ اها هتعرفي دلوقتي. المبادره الرئاسيه حياه كريمه وفرت فرص عمل كتير للسيدات اللي تم تدريبهم على الحرف اليدويه وعلى المهن المختلفه. ده شيء طبيعي، احنا النهارده ربما عندنا يعني قصه مختلفه. معنا نوره جمال اللي لفت انتباهها فكره تدريب هذه المبادره للشباب على قياده السيارات الثقيله او اللودر. طلبت انها تتعلم المهنه دي علشان تكون اول سيده في محافظه اسيوط تمارس قياده السيارات الثقيله او اللودر زي ما بنقول عليه. نوره جمال كان عندها قبل كده تجربه مع قياده الجرار في الاراضي الزراعيه، وعشان كده جات لها فكره انها تتعلم انها تسوق اللودر، وانها تقدر تحصل على شهاده معتمده من مركز التدريب، خصوصا ان فرصه العمل من خلاله هتكون اكتر في المشاريع الكتير اللي موجوده في المحافظه. خلينا نتابع التقرير. اختارت السيدة نورة جمال أن تقتحم مجال عمل جديد كان في السابق حكراً على الرجال، وهو تعلم قيادة سيارات المعدات الثقيلة. نورة جمال صاحبة 36 عاماً من محافظة أسيوط، متزوجة ولديها 3 أطفال، واتجهت إلى فكرة تعلم قيادات المعدات الثقيلة كهواية في البداية، خاصة أنها بدأت بقيادة الجرار الزراعي لخدمة الأرض. لكن منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، انضمت إلى مجموعة من السيدات المستفيدات ببرنامج حياة كريمة لتعلم الحرف اليدوية، وشاهدتهم وهم يقومون بتعليم الشباب قيادة المعدات الثقيلة، فقررت أن تخوض التجربة. ثلاثون يوماً متواصلة خاضتها نورة في التدريب الدقيق حتى وصلت إلى مرحلة التمكن في القيادة، وبعد أن خضعت إلى تعليم الأساسيات ثم التدريب النظري والتدريب العملي، والذي أثقلتها بخبرات أكاديمية وعملية في قيادة واستخدام المعدة، وأصبحت هي أول فتاة صعيدية تدخل مجال قيادة المعدات الثقيلة من خلال مركز تدريب أسيوط.